استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى، خلاص بقى، صلي على النبي وكفايه عياط. مش قادرة، بابا مصر والعريس من طرف ماما، يعني أنا كده كده لابسة. ما تخافيش، محدش هيجبرك على حاجة أنت مش عايزاها، وأي حاجة هتحصل هتبقى برضاكي، وفي الآخر برضو أبوك وأمك همهم مصلحتك. مش عايزة أعمل حاجة أندم عليها ولا أعمل حاجة تزعلهم مني. هو أنت بتفكري تعملي إيه؟ ما اعرفش، انا لسه بفكر. طب بصي، انا شايفه انك ما تعمليش حاجه غصب عنك، لان الحياه دي انت اللي هتعيشيها، فلو ما كنتش مبسوطه فيها محدش هينفعك. بس برضو لازم تفكري كويس، وما تعمليش اي حاجه متهوره تخليكي تخسري اهلك، لانك لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي زيهم يحبوك ويخافوا عليكي. فاهماني؟ طب يلا يلا قومي اغسلي وشك، على فكرة مفيش راجل في الدنيا يستاهل دمعة من عينيكي. يلا.